نرفع درجات من نشاء وفوق كل علم عليم. مبرمج الأسطوانة نهلة عراضي إبراهيم، منتج محتوى تعليمي تفاعلي، محافظة سوهاج، جمهورية مصر العربية. قناتي نهلة عرابي إبراهيم على اليوتيوب، اشترك ليصلك كل جديد. الوحدة الأولى، دورية العناصر وخواصها. الدرس الثالث، المجموعات الرئيسية بالجدول الدوري الحديث. مجموعة فلزات الأقلاء، المجموعة 1A. تقع المجموعة 1A في أقصى يسار الجدول الدوري، وهي أولى مجموعتي الفئة S. تفاعل عناصر الأقلاء مع الماء. أولاً الليثيوم، نلاحظ تفاعل الليثيوم مع الماء يطفو أيضا الليثيوم فوق الماء. ثانيا الصوديوم، يتفاعل الصوديوم مع الماء ويطفو أيضا فوق سطح الماء. كمية كبيرة من الصوديوم تفاعلها مع الماء تؤدي إلى انفجار كبير. ثالثا البوتاسيوم، تفاعل ببطء، انفجار. تفاعل الروبيديوم، انفجار سريع، تفاعل سريع. كمية كبيرة من الروبيديوم في الماء، انفجار سريع. السيزيوم، تفاعل السيزيوم مع الماء، تفاعل أسرع، كمية أكبر من السيزيوم مع الماء، تفاعل سريع جدا. وفي النهاية تفاعل الفرنسيوم. نلاحظ تفاعل الفرنسيوم مع ماء البحر أدى إلى انفجار عظيم وهائل. الخواص العامة لمجموعة الأقلاء، عناصر أحادية التكافؤ لاحتواء غلاف تكافؤها على إلكترون واحد، تميل إلى فقد إلكترون تكافؤها، مكونة أيونات موجبات الشحنة، تحمل شحنة موجبة واحدة. عناصر نشطة كيميائيا، لذا تحفظ تحت سطح الكيروسين أو البرافين لمنع تفاعلها مع الهواء الرطب. يزداد نشاطها الكيميائي بزيادة حجمها الذري، ويعتبر السيزيوم هو أنشط الفلزات بشكل عام. جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء، معظمها منخفض الكثافة. مجموعة الهالوجينات، مجموعة 7A. تقع المجموعة 7A على يمين الجدول الدوري، وهي إحدى مجموعات الفئة B. الهالوجينات تعني مكونات الأملاح، لأنها تتفاعل مع الفلزات مكونة أملاح. الخواص العامة لمجموعة الهالوجينات، لا فلزات أحادية التكافؤ لأنها تميل لاكتساب إلكترون واحد فقط. تتواجد في صورة جزيئات ثنائية الذرة مثل F2 Cl2.
عناصر نشطة كيميائيا، لذا لا توجد في الطبيعة في صورة عناصر منفردة بل في صورة مركبات كيميائية، باستثناء عنصر الاستاتين الذي يحضر صناعيا. تتدرج حالتها الفيزيائية من الصورة الغازية مثل الفلور والكلور إلى الصورة السائلة مثل البروم إلى الصورة الصلبة مثل اليود. يحل كل عنصر في المجموعة محل العناصر التي تليه في محاليل أملاحها: Cl2 زائد KBr يعني الكلور زائد بروميد البوتاسيوم هيدينا 2KCl زائد Br2 يعني هيدينا 2KCl اللي هي كلوريد البوتاسيوم زائد البروم. يبقى إذن الكلور حل محل البروم وتكون كلوريد بوتاسيوم. كمان Br2 زائد 2Ki يعني البروم لما يتفاعل مع يوديد البوتاسيوم هيحصل ايه؟ هيدينا 2KBr. KBr اللي هي ايه يا جماعة؟ ها؟ اللي هي بروميد البوتاسيوم زائد I2 اللي هو اليود. يبقى اذا اليود هيطلع وهيحل محله البروم. نوعة الغازات الخاملة: المجموعة الصفرية. تقع المجموعة الصفرية في أقصى يمين الجدول الدوري وهي آخر مجموعات الفئة B. الخواص العامة لمجموعة الغازات الخاملة: جميع عناصرها توجد في الحالة الغازية. يحتوي مستوى الطاقة الأخير في ذراتها على 8 إلكترونات ما عدا عنصر الهيليوم الذي يحتوي على 2 إلكترون في مستوى طاقته الأول والأخير. تكافؤ الغازات الخاملة يساوي صفر لإكتمال مستوى طاقتها الأخير بالإلكترونات. عناصر غير نشطة كيميائياً لأنها لا تتفاعل مع غيرها من العناصر في الظروف العادية، جزيئاتها تتكون من ذرة واحدة. خواص العناصر واستخداماتها: تتوقف استخدامات العناصر أو مركباتها في التقنيات الحديثة على خواصها ونوعها. يستخدم الصوديوم في الحالة السائلة بصفته فلز موصل جيد للحرارة في نقل الحرارة من قلب المفاعل النووي إلى خارجه لاستخدامها في الحصول على الطاقة البخارية اللازمة لتوليد الكهرباء. يستخدم الكوبالت 60 المشع في حفظ الأغذية لأن أشعة جاما التي تصدر منه تمنع تكاثر خلايا الجراثيم دون أن تؤثر على الإنسان. تستخدم شرائح السيليكون في صناعة أجهزة الكمبيوتر لأنه من أشباه الموصلات التي يتوقف توصيلها للكهرباء على درجة الحرارة. يستخدم النيتروجين المسال في حفظ قرنية العين لانخفاض درجة غليانه سالب 196 درجة مئوية.